مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه احتفالات يعني احتفالياتنا يعني بيوم العالمي للمراه النهارده 8 مارس مستمره. بس قبل ما نبدا فقرتنا دلوقتي خلينا نروح علشان في احتفاليه باليوم العالمي للمراه عاملاها وزاره الشباب والرياضه. خلينا دلوقتي نروح مراسلتنا هناك سلا حامد. يا سلا انا بصبح عليكي في البدايه، صباح الخير. يا صباح الخير يا نهواند، ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل المركز التعليم المدني بالجزيره واحتفاليه وزاره الشباب والرياضه بمناسبه يوم المراه العالمي. هكون معاكي طبعا يا نهواند ومعاكي يا كريم عشان اقول لكم كل الامور وفعاليات اليوم، فعاليات الاحتفال. وطبعا يعني الاحتفال بيقام هنا داخل المركز بحضور السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء اسماعيل الفار وهو يعني وكيل الوزراء ورئيس الاداره المركزيه لتدريب الشباب، والاستاذ جورج مكرم الممثل عن صندوق الامم المتحده للسكان بمصر. يعني خليني اقول لك انا هوند ان برضو متواجد في الاحتفاليه العدد من يعني السيدات اللي اثروا في حياه اولادهم واللي كان لهم دور يعني مهم جدا في المجتمع. كمان معي في هذه اللحظات عشان اتعرف اكتر عن فعاليات اليوم الدكتوره منال جمال، وهي يعني مدير العام للاداره العامه للتدريب الشباب بوزاره الشباب والرياضه. طبعا برحب بحضرتك في البدايه وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه طبعا عايزه حضرتك يعني تكلميني عن فعاليات اليوم والاحتفال يعني وتنظيمه طبعا تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه. والله احنا النهارده اليوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمراه، واحنا بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضه ان احنا كنا نعمل مسابقه. المسابقه دي كان هاشتاج على صفحات السوشيال ميديا وعلى صفحه وزاره الشباب والرياضه، كانت بعنوان المراه التي دعمتني. تم اختيار 10 فيديوهات اللي هما كانوا أكثر تفاعلا وأخدوا أكثر لايكات، وكانوا أصحاب المرأة اللي أثرت في حياة أي شخص من أصحاب الفيديوهات. بحضور معالي وزير الشباب النهاردة كان حريص على أن يكرم المرأة النهاردة، فكان النهاردة الاحتفال بمركز التعليمي المدني بالجزيرة. كلميني اكتر عن يعني اهتمام القياده السياسيه طبعا بالمراه ودورها المهم في المجتمع وتاثيرها طبعا يعني في الاسر، ويعني اهتمامها بتربيه اولادها. يعني كلميني عن دور المراه كمان في المجتمع. طبعا دور الحكومه والدوله ورئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي اهتمامه كبير قوي بالمراه، لان المراه هي عمود الدوله كلها، عمود البلد كلها. المراه هي اللي بتنشا، هي اللي بتخرج اجيال، هي اللي بتخرج المحامي والقاضي والضابط وضابط جيش ضابط شرطه، هي اللي بتخرج ابسط حد في الدوله بنحتاجه. هي المفروض ان هي الداعم جوه بيتها، هي اللي بتربي، هي اللي بتوجه، هي اللي بتزرع الانتماء والولاء لاولادها للوطن. فمن هنا ان دور الدوله قائم على المراه. بقول للمراه خلي دورك قوي، انت اكبر حد في الدوله والحكومه والسياسه مدعمينك، فخليكي قويه وطلعي اجيال صح تحب بلدها وتدافع عن بلدها وتحمي بلدها. وبقول للمراه النهارده المراه مش هتبقى ام بس، ان المراه ابنه وزوجه واخت، عامله، طبيبه، معلمه، نائبه في مجلس الشعب، وزيره. بقول لها ان انت وصلتي لاعلى المناصب، فاقفي جنب البلد في من خلال اولادك، من خلال تنشئتك، من خلال كل ما بتقدميه. مصر فخوره بكل امراه فيها. شكرا. بشكر حضرتك ده طبعا وبهنيكي طبعا بمناسبه اليوم ده. ميرسي حبيبتي، متشكره قوي. شكرا. ده كان لقائنا يا نهواند ويا كريم مع الدكتوره منال جمال المدير العام للاداره العامه لتدريب الشباب بوزاره الشباب والرياضه من داخل مركز التعليم المدني بالجزيره واحتفال وزاره الشباب والرياضه بمناسبه اليوم المراه العالمي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا نهواند، تفضلي. شكرا ليك يا سالة، وكان مهم طبعا ان احنا نعرض قدام الساده المشاهدين كل الاحتفالات والمبادرات اللي بتتم في هذا اليوم، واكيد طبعا لو يعني في مزيد من المبادرات هتكون منقولة على قناة الأهلي. شكرا ليكي.